العراق كان يعني داخل في معركة كبيرة يقاتل فيها ضد الإرهاب نيابة عن دول العالم، والعراق يحتاج إلى دعم دولي كبير في هذا الشأن، ويحتاج ومن أجل يعني تحقيق الاستقرار وتهيئ البيئة المناسبة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. لا زال هناك يعني عوائل كثيرة لم تتم عودتهم إلى منازلهم، لا زالت هناك الأرضية غير مهيئة بسبب دمار كبير في البنى التحتية، نقص كبير في الخدمات. لا يزال أيضا هناك عدد كبير من العوائل في المخيمات في الصحراء يعني موجودين. هؤلاء هذه كلها أمور يعني نعتبرها عوائق تمنع الناخب من أن يكون له دور فاعل في العملية الانتخابية القادمة. المواطن الأنباري لديه إشكالية كبيرة، مثل ما نعرف أنه الأنبار كانت ترزح تحت وطأة داعش الإرهابي لمدة أكثر من 3 سنوات. هذا ما حدا يعني بكثير من الناس، أنهم يعني فقدوا أوراقهم الثبوتية، فقدوا يعني وثيقة مهمة وهي بطاقة الناخب التي يستوجب على من يروم التحديث أن يقدمها إلى مركز تحديث سجل الناخبين من أجل استكمال عملية التحديث. هناك يعني عمليات مشبوهة في شراء ذمم البعض وما يدور في الأروقة هنا وهناك، لكن نحن لا نعول على مثل هذه العمليات، نحن نعول على وعي الناخب من خلال التجارب الماضية التي مر بها. أنتم جزء مهم من صناعة التغيير القادم، أنتم جزء مهم من تغيير واقعكم في المرحلة المقبلة. هناك أدوات دستورية وقانونية وقنوات رسمية للتغيير، نحث الجميع على الالتزام بها وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة.